حي وعودتها إلى المنازل. الروبورتاج فتيحة شاب ومحمد بدوي. مياه عادمة وانبعاث روائح كريهة اكتسحت أحد الأحياء القديمة التابعة لمنطقة درب غلف بالدار البيضاء، مشهد يعيد نفسه كل سنة مع تساقط الأمطار بالرغم من قلتها، ما تسبب في إتلاف قنوات الصرف الصحي وتدفق المياه العكرة إلى المنازل، ما أثار غضب والسياء الساكنة.